السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. في هذا المقطع إن شاء الله راح نتكلم عن هيلوين أو الهيلوين. طبعا الهيلوين هذا هو احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر. طبعا هذا الاحتفال خاص ب يعني الدول الأجنبية. طبعا نحن كعرب مسلمين ما في عندنا غير عيدين، العيد الأضحى وعيد الفطر. فالموضوع ما فيه، نحن فقط يعني نتكلم عن الهيلوين فقط لأنه موجود في لعبة جراند ثيفت، والهدف أن نتحدث عنه، أن نتكلم عن الأشياء والإضافات اللي موجودة في اللعبة. طبعا نحن غير مهتمين في هذا الشيء، ولكن مهتمين فقط بالإضافات. يعني إذا تحدثنا عن هالوين نتحدث بخصوص الإضافات اللي موجودة في لعبة جي تي اي أونلاين، لذلك راح نسميه هالوين. أنتوا الحلوين. جي تي اي اونلاين اسبوع حدث هيلوين حلوين 2019 لحد الحين مجهول، يعني ما نعرف شو الاضافات. طبعا الاضافات القديمه اللي هي بدت من سنه 2015 و16 و17 و18 هي كلها مجموعه راح تنزل في هذا اليوم اللي هو يوم 30 او 31 اكتوبر. طبعا اي حد ما عنده سيارات او التيشيرت او أشياء خاصة بالهيلوين راح تفتح خلال هذا اليوم وفرصة أنك تشتريها. طبعا هذا الأسبوع راح يصل في هيلوين في تاريخ 31 أكتوبر من 2019. طبعا الأشياء اللي رحين راح أذكرها راح تتواجد تقريبا، وبيكون في إضافات يمكن زيادة وفي تغييرات، فأنا راح أتكلم عن الأشياء اللي هي واضحة. طبعا راح توفر خصومات جديدة والمزيد من فرص لكسب النقود اللي هي الفلوس، وكذلك أشياء كثيرة مثل نقاط الـ XP أو الـ RP في GTA، وكل ما تحتاج معرفته راح نتكلم عنه الحين. يقول لك راح تسجل الدخول في GTA أونلاين في هذا التاريخ، وراح تفتح لك ملابس وأقنعة ووشوم وغيرها مثل زومبي ليبرالس، وكذلك في تيشيرت اسمه توايلايت نايف، وكذلك اللي هو ميد ويست. طبعا راح تنزل اشياء جديده، اتوقع هذا الشيء في التحديث، ما اعتقد راح يكون في تكرار، هو راح يكون في تكرار بس عسى يكون في اضافات جديده. طبعا مضاعفات نقديه ومضاعفات في الار بي. طبعا هذا الاسبوع راح تكسب في النقود والار بي في اوضاع اللي هي الخاصة بالهيلوين، ومنها اللي هو السلاشر بمعنى المشرح اعتقد، وعندك السلاشرز السواطير تبع التقطيع، وعندك بعد الوحش ضد المشرح اللي هو البيست او بيست فيس سلاشر، وكذلك في عندك نمط ثاني يسموه كم اوت تو بلاي، اخرج للعب. وفي طور ثاني طور لوست فيس ديمد وكنديمد. طبعا هذه هي الاطوار اللي راح تكون موجودة في يوم الحلوين، تمام، وراح يكون عليها دبل فلوس، وراح يكون عليها دبل ار بي، وعسى يكون في اطوار تكون جديدة او في تعديلات. طبعا الشيء الثاني اللي راح يتوفر فيه خصومات. خصومات الحلوين هي خصم على عناصر عيد الحلوين في هذا الأسبوع، مما يوفر إلى تخفيض يقارب 35% على العناصر التالية. طبعا ممكن يكون في تخفيضات أكثر من 35، عسى يكون في 50% على السيارات طبعا وعلى الأشياء اللي موجودة. من ضمنها اللي هي LCC سانتكس، هذه ما أعرفها شو بالضبط، وعندك اللي هو السيارة اللي يسموها ألباني فور سباركس وألباني فرينكن ستينك، وعندك كذلك اللي هو هيلوين ماسكس الأقنعة. طبعا أنا الحين أنا راح أستعرض لكم السيارات، أنا أريد سيارات متوفرة عندي وبعض الأقنعة موجودة. طبعا في خصومات أخرى للمركبات اللي موجودة في السوق، أوكي، وراح يوفر تقريبا 35% من التخفيض. مثال في 2018 كان في تخفيضات على ديوك ديث 35%، اوكي، وعندك الفانتوم ويدك
35%، ار سي في 35%، ستريك فورس الطيارة هذه اللي هي بي 11 كان عليها 30%، عندك اف اتش 1 الهانتر 30%، وحافلة المهرجان كان خصم عليها 30%، اتش في واي 35%. فأتوقع في تخفيضات راح تكون على سيارات وطائرات موجودة في اللعبة، فعشان نفس الشيء يكون في أشياء ثانية يكون فيها تخفيضات أكثر من كذا يعني. ونجي للأخير اللي هو خصومات على الخصائص أو على الممتلكات. في عندك المكاتب التنفيذية اللي هي الشركة الأوفيسس 40% تخفيض، يعني شيء كبير. عندك كراقات المكاتب أوكي تبع الأوفيسس خصم 30%، كذلك مكاتب المرائب عليها 30% كذلك. فأتوقع أنه في تخفيضات أكثر. طبعا أنا الحين قاعد أتكلم عن 2018 السنة الماضية، فهذه السنة راح تكون التخفيضات شيء آخر، وممكن الإضافة راح تكون في إضافات ثانية، الله أعلم. نتمنى أنه يكون في أشياء أكثر عشان اللاعبين يستفيدوا أكثر. وإلى هنا نضعكم مع تعديل السيارات والدراجة، وعسى يعجبكم التعديل إن شاء الله. وإلى هنا شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم في مقطع آخر إن شاء الله. لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة ونشر المقطع. كان معكم حميد فوكس، حياكم الله. على برتقالي اشوف اللون هذا كفاية، احمر على برتقالي كفاية. ولا نغير اللون، at warp speed now. That's a beauty right there.
great taste. Shoot these out.
No traffic. So cliche. Thank you.
Let's have a look-see. See you around.